فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ هذا للاستحباب، فقولوا آمين هذا أمر استحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم المسيء في صلاته أن يقول آمين، دل على أن هذا مستحب وليس واجبا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.